شعر الدوبات وما بننفصل عن الإبداع بكل دروبه، لازم تكون الدراما حاضرة معانا من خلال مساحة ظلال الأصيل. وزي ما كان الدوبات والشعر وغيره من المساحات الفنية هو علاج لقضايا كثيرة حاضرة معانا في مجتمعنا السوداني، كانت الدراما برضو بتعالج كثير من القضايا. خلونا نمشي في مقاطع لفيلم بركة الشيخ ونرجع لكم مرة ثانية، لسه مستمرين. إلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. تفضل يا شيخ. أنت جبت الفطور؟ لا لا، أنا فكيت الريق مع أبوك العبيد. أمشي أنت أفطر وبالمرة كلم مع خالتك مريم جيب لنا منها القهوة. وأنتوا ها كمان أمشوا برضو أفطروا. أمشوا فيكم الريق. يا جرح. أيوه. بيت الشيخ وين؟ شيخ أحمد ولا شيخ عبد الرحمن؟ شيخ الخلوة. شيخ الخلوة. ابقى على المنزل انا نادي ليكم. شت حاو. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا. حبابكم عاشرة. مرحبا. السلام. تفضلوا. تفضلوا. مرحبا. حبابكم عاشرة. مرحبا. الله يبارك فيك. حبابك. ان شاء الله البلد ترحب بيكم. مرحبا. اها. ضيفان ولا مسافرين ولا تايهين؟ ضيفان ان شاء الله. مرحب. مرحب حباب. الله يبارك فيك. مرحب بكم. مرحب. جيناكم زائرين ومن هنا مسافرين لدار السافل. قال لي دار جعل ولا دار الشايقيه. مرحب بكم. الدار داركم. اي ان شاء الله ترحب بكم. ربنا يعدل خطوتكم. امين. الله يبارك فيك. هيا. الله يبارك فيك. قوموا على الطعام. هلا مين؟ وسليون يدينو. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هتفضلوا على الطعام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. انا بمشي. نعم. بجيكم بعدين بمشي معاكم نصلي الظهر في الجامع. ان شاء الله. في رعايه الله. خير ان شاء الله. الله. إن شاء الله. الله. إن شاء الله. بسم الله. قول بسم الله. بسم الله يا رب. يا رب. الله. انت والشيخ عبد الرحمن؟ لا لا، انا حواره. ابو العبيد ولد الطاهر دفعني له عشان اتعلم القران واساعده. اصل الشيخ عبد الرحمن ما عنده جنة من صلبه. ومرته حيه ولا متوفيه؟ مرته خالتي مريم حيه وعايشه معاه، الا ربنا ما قسم لهم جنة. يعني المعنى الشيخ عبد الرحمن رجل خالتك؟ لا ما خالتي لزم، لكن مما عرفتها بقول لها خالتي مريم. انت عارف هالشيخ؟ والله ازاك اذا باقي لنا راس هوس. اهم شيء سويت معه. انا بسكت. والله يا عمدة عكازي ده كان واكل تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام يا شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. كيفينك؟ قبلكم قبلكم. حبابك يا شيخ. حبابك. ابقى قدام يا شيخ. بارك الله فيك. اقعد اقعد. ان شاء الله كويسين. بارك الله فيك. جلسة في الحرم ان شاء الله. جمعنا جمعنا شيخنا ببركتك. يتحدثك يا عمدة. خير ان شاء الله. نزلوا في الحلة ضيوف. حبابهم. ايوه. نزلناهم في المضيفة وقمنا نحوهم بالواجب، وقلت برضو من الواجب انت اول زول تعرف. بارك الله فيك يا شيخنا وجزاك الله كل خير. بارك الله. والضيوف وين ان شاء الله؟ والله ما عرفتهم، لكن باين عليهم جو من محل بعيد وقاصدين السافل. ظنيت المداح. قديم مداح. اي ظنيت المداح. انا بنقابلهم بعدين وبنسائلهم وبنعرف اخبارهم كلها. اي بالصحة. أه. ودعتكم الله. ما تبعد يا شيخنا. لا لا، وراي حاجات كثيرة. مع السلامة. ودعناك الله ورسوله. سلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب حباب ود الشيخ. حباب المبروك. والله يا اخواننا الا مين كبر وبقى راجلا يتكلوا عليه. عاد بعد ما حفظ القران تاني في شنو؟ والله ما كنا بنعرف ابوه العبيد ود الطاهر
كنا قلنا شيخ عبد الرحمن ولده من ظهره. والله كان ولده من ظهره، ما كان سوى له أكثر من السواه له اللبين. الله يا زول، شيخ عبد الرحمن ما قصر، رب رجال فتح بصائرهم وعلمهم وملوا البلود، بقوا محامين وقضوا ومدرسين وفندية. إلا اللمين اللصق فوق شيخه ما داير فارقه كله كله، التقول ماشي يورسه. هلا هلا دم الولهان هسا يعني نقول شنو؟ الشيخ عبد الرحمن ده قطع العشم فوق الولادة. هزولها إت ماك نصيح، زول بعد ما يفوت الستين تاني صعب. يا زول استغفر، المولى سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. والله يا عمدة يعني نحن متأسفين، يعني دخلنا دياركم بلا استئذان، لكن عشمنا فيكم كبير. والله سامعين بيكم وجايين قاصدينكم من سنار. كنا ننزل عندكم يومين ثلاثة، وشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير ما قصر، قام بالواجب كله. بارك الله فيه وفيكم. الديار دياركم يا شيخنا، وإن شاء الله ترحب بكم. مولانا الشيخ إدريس أبو طاقية معروف في سنار، جدو الشيخ الصواف والدجعيلي، كان بطب المجانين ويدو لاحقا.